سماكم كاملين كنشوفوا الاوبئه اللي كاينين دابا والامراض، ولكن كاين واحد الوباء صامت تحت ما كينتبه ليه، اللي هو العزله الاجتماعيه. هما الناس اللي ما كيكون عندهم لا صحاب لا والو، كيكونوا كيعيشوا وحدانيين كيف كنقول، خصوصا دابا مع هاد الوسائل التواصل الاجتماعي. بنادم ولا كيسد عليه في الدار صافي، كيبقى يعيش في داك العالم بوحدو، ما عنده لا صحاب لا حتى حاجه. الان الغرب قهرهم هادشي، ولاو دايرين وزراء مكلفين بهادشي، لحقاش نسبه كبيره في المجتمع ولات كتمرض ليهم بهاد المرض ديال الوحدانيه او العزله الاجتماعيه. لحقاش الناس اللي كيبقاو هكا وحدانيين كتطلع عندهم النسبه ديال البروتين ديال تخثر الدم. واحد الدراسه في جامعه هارفرد لقاو بان الناس اللي كيعيشوا وحدانيين في عزله اجتماعيه مهددين بانهم يمرضوا ويموتوا اكثر من الناس اللي كيكميو، اكثر من الناس اللي كيدخنوا. شوف الخطوره ديال العزله كيفاش دايره، انك تعيش بوحدك. والنصيحه اللي غادي نعطيكم هو ان الانسان يمشي يتهلا في صحابه، يمشي يدور مع صحابه، يجلس مع صحابه، ضحكنا نضحكوا مجموعين، بكينا نبكيو مجموعين، وزيد كذا.